انا مش عايز اقتل الضفدع، بس هو عمال يلف حواليا و بيمد عم لسانه، يا عم بتطلع على قفاه. بيديك بيمدلك لسانه؟ لا لا، عيب اه يا عم عيب بلد، مفيش احترام. نوتي، روح للنوتي كورنر. مش شكله شايف الشنب اللي قدام. انت مش شايف الشنب؟ اجمع لابتوب تاني وتويجز. هات يا عم، احنا ورانا ايه؟ احنا من مزرعة توت مش هنلاقي وقت نجمع توت اساسا. لا ده غير التوت كمان بيديك معاه ايه اكسترا حاجات، يعني شوية مثلا لحمة. من كبر 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 كبر. لا مش كده، لا بيقول لك كبر 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 كبر. بص انا هخلي التوت كله ينمو مع بعض وهسيبه هو موجود على الشجر. اوه فول مون، لو في خنازير جنبك اقتلها عشان ناخد بيج سكين. في واحد فوق. في واحد جنبي لا لا هنا، اكمل البيت، اكمل هيبقى احسن. هو في واحد جنبي هنا ممكن اقتله. انا حرفيا الشنطه بتاعتي كلها اكل، عاوزين 33 توت، 15 لحمه. تلاجة، عاوزين تلاجة، هموت، أنا هعيط على تلاجة. انت عارف ان انا مش زعلان عشان التلاجة، بس الماشين دي لو ما عملناهاش مش هنعرف نعمل كل حاجة في الصيف. انا كده هنضطر نخش تحت الارض. فكل اللي أنت عملته فوق ده بلح. اه هنسيبه يعني فترة. ماشي، خشب شوية. ادعي بس يطلع لنا الأستاذ شجرة مدير كبير. اوه انا معايا تريس كتير، ماشي هزرعهم بس اوكي، بعد ما يخرج أستاذ شجرة كبير. كمية توت هنا يا ابوي على كل ده، هات ده كله هات ده آخر كله. مرة رحت جبت 30، قول لي هتجيب معاك كام ورينا. لا مش 30 يا عم، انا ممكن اجيب لك معايا مثلا 10 حلوين. اه حلوين قوي. عامة التوت اللي جنبنا ده انت عارف لو ولع هنقفل اللعبة ومش هفتحها تاني. انا امسح السيرفر اساسا. انا عملت اكسبلور بس منطقة كبيرة ولا ما عملتلهاش، مش مشكلة احنا راجعين. كويس، فول مون هينفعنا قوي بس في هما بجد قللوا الريت بتاع التري جارد، يعني حاجة. انا عارف ان كنت كل مثلا ما اكسر 10 أيوة اشجار بالظبط، يطلع لي يعني واحدة. كان يطلع لي اتنين تلاتة. انا كنت اعشق افرم عليهم الهيلث بتاعي، كنت اعمل هيل بالكاركتر بتاعتي دي عليهم. اه صح بتاعتك دي. الكايت مفيش اسهل منه. آه كويس انه ما فيش النهارده ليل، هقعد اجمع خشب كتير، نعمل صناديق، نظبط البيت. تعرف الحاجة التانية اللي انا عايزها ايه؟ سجادة، مش بس الجيرز. سجادة، ده اللي انت مهتم بيه، ايه سجادة. رأيك؟ ده شفت، انت مش شايف انا لازم فين على البيس الماب؟ يبقى بس كده انت شايف انا كول. فين على الماب؟ ايه؟ شايفني انا فين على الماب؟ حاسس ان انت لقيتهم. لا تمشي يا عم، مش بدري. يا لهوي انت بعيد اوي. ماشي هستغل الفرصة واروح احلق البافلو، يا ريت. بس يا ريت يعني عشان يبقوا قريبين، كان الوقت قليل. انتوا فين؟ اوكي، في بيج جنبي هنا، تعالى تعالى. في ايه؟ مانستر بيج. اوكي كلام. اوكي بيفلو بليز كم تو مي، مش هعمل لكم حاجة بس هاخد الصوف، اعمل بي بي سطائيتين تلاتة. اوكي بيج سكين، حلو. ايوه لقيتهم، كم تو مي. هو انا لو كسرت البيج هاوس ده مش بيديني بيج سكين؟ اه كسره ولا اقول لك؟ ماشي كسره، احنا كده كده هنعمل عندنا قرية. بقول لك ان مادام حاجة بعيدة عني انا مش محتاجينها. لا استنى ما تصحوش، عايز شعركوا. ايش كده حلقة الستة سبعة؟ في إيه هنا اي حد تاني عايز يتحلق له؟ كفاية شغال حلاق بعد الظهر حضرتك. كمية مش سبايدر. هعمل بيها ملابس شتوية، هعمل بيها سجادة. طب يا سجادة، ده انت مفتري. على فكرة السجادة دي بتدفي. بأمانة؟ انا بحاول اقنعك عشان نعملها. لا لا ما بتدفيش، انت بتضحك عليا، بتضحك عليا، بحاول اقنعك. بتضحك عليا، كليك بتضحك بيت. عليا، مش بتضحك عليا، مش بتضحك عليا. شكلهم وحش، هم كده بدون شعر.
تحس ان هم بيعيطوا. اكزاكتلي. انا جبت 21 شعر، كفايه يكفينا التداول اللي بعده. كده كده معانا اسمها ايه، انا عايز اوريك السكين بتاعت الهلمت فشيخه. الفوتبول هيلمت، انا عندي سكين الفوتبول، بس قصدي سكين هيلمت بتاعت انا. اسمه ايه، لا اللي هي بتاعت الشتا دي، البيفلو. الوينتر هيلمت اسمها. ما ايه ازرع ولا استنى الوحش يطلع لي؟ ايه رأيك؟ يا عمي كسر كله، بعد كده بزرع كده كده. ايه، انا لفيت الماب كلها وبرضه ياخ ياخ. اوعى تكون ياض عملته نان، نن ايه؟ ما لغيت لا يا الوحوش عم اساسا. طبعا لو قلت الناس لك. مش عارفه، الناس مش عارفه احنا بنتكلم عن ايه، احنا بنتكلم عن شويه وحوش عاملين زي الاحصنه كده. معنى اصح هم قلت لك انا مش بغير حاجة في السيرفر، دوري موري. وحوش كده عامله زي شويه الاحصنه كده، لما احصن اليين فلما بنموتهم بيوقعوا لنا جيرز. بس لحد دلوقتي ما لقيناش حاجه، مفيش فايده، لا في جيرز ولا في تري جاردز. انت عارف انا اللحمة دي لو كلها هتبوظ هعمل عصفور كده واديله عشان نجيب بيض من دلوقتي. ستاق، صح، احنا ما عندناش سلك عشان نعمل ال هو مش محتاج تراب سلك، للعصفور، هو مش محتاج سلك، هو محتاج قصدي تراب للعصفور. ترايب. فارم شوية سبايدر سايب. انا بجيب خشب دلوقتي عشان نظبط البيت، جبت تقريبا 40 بس انا لسه ما شلتهاش من الارض. احنا برضه عايزين نجمع ستون نعمل سور للبيت. يا ريت تجيب ستون، لو ما لقيتش جيرز على الاقل هات ستون. هات جالي حبيب قلبي. لقيت المكان بتاعهم بس مفيش حد. ماشي اخيرا جيت لي شجرة يا جميلة، طلع لي لو ما انتبهتش. انا عارف اطلع لك، بس بقول لك ان لقيت مكان بتاع الحصينه بس ما لقيتش فيه حد. ماشي يبقى انت كده قربت اي خدمة. انا بطمنك هو بطمن ولا حاجه، مفيش حاجه، دار ان جي. للاسف، انا اسف عشان اخيرا قلت لك كده. لقيتهم. لقيتهم كام واحد؟ قول لي بس كده اربعة عشان ادي واحد، لقيت يا البوس رب الكبير، تعدي. لقيته الكبير، لقيت الكبير، اوه بيبي، لقيت الكبير، لقيت الطول الكبير. بص خليه يلف حواليهم عشان ايه يقتلهم. اوكي. في الصبح بقى ولقيت قلت ورمو لي هنا، كام واحد؟ ماشي، حصانين صغيرين والبوس ايوه الكبير عم لسه الف عاش. حوالي المكان كبير. لو تعرف تجيب فورك وتيجي نلم الحاجات دي. ماشي هجيلك، انا كده كده بحبها كلها اشيلها. ولقيت اللي هو اوكي الوحش جالي، لقيت الماربل تري، لو ممكن نجيبه برضه نعمله فارم. بص انا بس اعمل سبير، انا هتر الشجرة واجيلك. ماشي. اوكي لا مش معايا اي حاجة، مش معايا فلينت، انت متخيل؟ خلاص، هتموت عشان معكش فلينت. تتخيل المعاناة؟ يلا انا بقتله بالاكس. موت يا شجرة. بالاكس برضو حاجة تنفع، شجرة موته بالاكس يا عم، ايه المشكلة؟ اضربه بالشافل عشان يحس بالألم. الاكس اتكسر. ايه نو، تعرف انا حرفيا مش معايا اي حاجه اضرب بيها غير الشوفل بتاعي. معكش فلنت فعلا؟ والله مش معايا انا فلنت، حاسس انك بتهزر. والله مش معايا. مش كده لسه 8 مش معايا حاجه اضربه بيها. لول قتلته بايدي. فعلا والله you punched him to death. يا دود ماشي انا هجيلك. اوكي اوكي ولا ازرع الاول؟ يا عم تعالى بنزرع بعدين. ممكن فكرة مكان على فكرة، مش بعيد للدرجة. اجيب معايا وجبة عشان نفايت كده واحنا خلاص بويز. عليهم، خلاص الكل، ممكن نجيب على الأقل 6 جيرز منهم. طيب انا فين الفورك؟ انا متى فين؟ اهي هات فورك وتعالى ناخد البيكاكس كده عشان ايه لو عملنا فايت. ايه، هتعمل فايت بالبيك اكس؟ اعمل ايه؟ مفيش معانا فلنت. تعالى معايا، انا معايا شويه فلنت، معايا 30 فلنت. شو
دول شوية معلش. ريدي فايت 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 فايت. اوكي بص بجيب انت كام؟ خليك معاهم، ارميني من دلوقتي الفلنت عشان اول ما اجي اخده عشان اعمل سبير. خلي الكبير ده يلف حواليك عشان يضرب الصغيرين ويدمجهم، ايوه تعال تعال او كده كده تعال انا نقدر نقتلهم. تعال، يا لو معايا عصاية السرعة كنت جيت لك في ثانية. في كمية ايفل فلاور هنا. عايزين نزرع شجر المارفل شكله حلو. اه يبقى ماشي، مش هيكون حلو. انا دلوقتي بخلي الوحش ده يفرم الشجر ويفرم البيريز. يلا بالمرة. عاش، لقيت عظم في الطريق كسرته وجاي لك. coming to you. بص هاجي لك عشان تبص وانا بتحول. اوكي قتل واحد، قتل واحد منهم. وقع اتنين عاش. جيرز، وقع اتنين جيرز. اوكي في، عارف اللي هم اللي اسمهم اسمه مين، خنازير اللي هم السمك دول، خنازير السمك دول. مش عارف انا كمان. اصل في بقعة سوامب هنا وفيها بيج هاوس. اه وبيج هاوس ارميلي هنا. ارميلي ارجوك. انت فين؟ فلنت وير ار يو؟ جنب اه انت جنب هنا. الشمال. تعال 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 السمك ال تعال كده، تعال كده. بص عليا انا بتحاول. بص اوه لا لسه ما تحولتش، استنى استنى هتحول دلوقتي. بص اوه هات هات الفلنت، فلنت فلنت بسرعة. امسك، نعمل سبير عشان نربيهم. سيبك من ده سيبك من ده. اه سيبه هو يموتهم، الوحش كده يموتهم. تعالى ما احنا نموت الصغيرين، ولا نسيبهم نجيب ده يموت الصغيرين. اوكي كده على فكرة هيلسو نزل للنص. يا عمي للأسف حضرتك هتموت دلوقتي على ايديا. انت ايه السمك انت كمان هتموت. موت يا حبيبي موت. تعال بقى نموت اللي بعده الصغننون، اللي الصغننون بعده اهو. تانك تانك، ماشي تانك ات. مش يلا مستاهل ان نموت. احنا نعمل دوج، هما كلهم اتنين يعني. متخيل ان هيلث ده زي هيلث الكبير؟ ولا هيلث الكبير كان 1900؟ لا اللعبة هتبوظ، ايه اللعبة هتبوظ كلها. خد خد شوية هات هات. شوية كلها عشان هتبوظ. اوه معيش مكان، معيش مكان. ارمي لي حاجات انا هجمع، انا معايا مكان. معيش ما تعرف تعمل كام فاير؟ اه هات شوية. خد خلي خشب ده معاك. اوكي time to take together my friend. اه today we dine in Valhalla. بعشق المسلسل ده. هي يعني انت تقتل سمكة يجي لك ضفدع وسمكة. على فكرة معايا 7 بيج سكين دلوقتي. اوه نايس، ما عرفت ده اعمل. قتلتهم لما كانوا متحولين ولا ايه؟ اه اوكي انت معاك عيب مساحة؟ ما تسرقش عيب. معاك مساحة؟ ماي امسك دول. لا مش معايا. لا هنستعبط. ماي بجد كلاب جايين؟ لا مش سامع صوتهم. اوه فينا حاجات. خدها استنى انا اخد انا مت انا كده كده حبيبي تعال اموت ارجوك. الاكل بقى كتير قوي. اه احنا خدنا تلاجة. نيفر مايند. احنا معانا كام جير دلوقتي؟ صدق احنا جبنا التلاجة وانا لسه بقول احنا عايزين تلاجة. يا اه عم احنا ما خلاص زي الفل كده. انا حاسس ان هو قتل واحد في حتة تاني، بس وقع هو السمكة لا الوحش الكبير قتل حصان. انت معاك كام جير انا كده دلوقتي؟ كده معايا 8 جيرز يبقى كده صح. اه تمام هما كده كانوا زي الفل. أربعة. اه كان 4 و اها احنا كده هنعمل تلاجتين وتلات اجهزة بتاعت الصيف. حلو قوي. الكلاب جايين. اوكي جاي. ايوه سمعت صوتهم اخيرا. معايا 16 توت الحمد لله جبنا تلاجة كله هيبوظ. بص انا هسيبك تتخانق انت معايا وانا بتفرج عليك. نا 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 where are you hey buddies. انت كنت عامل كام فاير؟ اه كويس انت اللي معلش عملته فيديو يا عشان ابني.
معاكش معاك عكش عشري كمان. عكش عكش لحمة يا كابتن. كابتن عكش ادي يا لحمة. كابتن، اتنين ايه رجلي فرخة مشوية، دبوس دبوس، دبوس. انا باكل الدبوس. ما تخلص وتقعد تهوى كده كتير. احنا ممكن نعمل كمية نايت مير فيول من الورود دي، كمية غبية من الورود دي. نايس بير، انا كده ريدي. شاومي البس الدرع، هو درع 25% بس. اوكي نو بروبلم. come at me come at me you mother lovers. ايه صغرت يعني؟ ده one here is another where is another one here comes another and دايف. later later here comes another and اوب اوب يلا 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 يلا. اللي بعده اللي بعده اللي بعده، حد هيجي تاني؟ بس طبعا نفهم كده عشان ايه، ننور الدنيا. خد الحاجات دي خليها معاك. لوزر كويس. انت شويت اللحمة ولا لسه؟ شويته اهو. تمام. حد تاني هيجي؟ استنى هو ده. اوكي اتكسر امال ده تري بيتكسر بيه. بالبيك اكس. ماربل؟ ايه القرف ده؟ مش مشكلة، جبنا كل حاجة نحلم بيها في الأيام اللي فاتت، سجادة وجيرز وأكل كمان زيادة. احنا لسه في اول موسم. ياب. تعرف أنا معايا كام سجادة؟ كام التورتش هيخلص لو معاك. ايه معيش. شوف اوكي انت هنطلع لفوق دلوقتي، معايا 36 سجادة. هنطلع فوق دلوقتي. عايز أخش هنا بقى. طب نروح انا اروح فين السجادة التانية اللي أنت قلت عليها؟ خش تحت خد دي معاك خالص، تحت خالص ولا بعيدة؟ تحت خالص بعيدة. خلاص فكك. أنا بنعمل تلاتين يلا تلاتة نروح. تلاتة. يلا نروح وبعد كده بقى استنى نروح. شيل شيل دي شيل دي شيل دي. ايه توت التوت؟ معيش مساحة. لا معايا مساحة بس فين الشفر. ايوه Let's go back to home. أنا في حاجة اللي مش فاهمها في اللعبة، يعني ليه بيحط كل الضفادع جنب بعض؟ بيعملوا كليك بيت للناس اللي لسه بدأ اللعبة، ويشوفوا الضفدع يقولوا ايه ده؟ اقتله. وبعد كده اول ما يضربوه يحط دخلت عليهم خالص ده خمس ساهل. ضفارة ستة هيموتوا على طول. هم عايزين بس يقول للناس ده فاضل، دي سهله، ده تو هيت يا جماعه. ف اما يتلم عليهم هي وحشه في الضفدع اللي هي الستان بتاعتها، الستان رخم. هي دي ارخم حاجه في الضفدع، غير كده ملهاش لازمه. الضفدع الدمج بتاع الدمج بتاعهم برضو مش قليل. الارض للمعدة. ارمي يا التوت هنا على طول، هو التويجز عشان ازرعهم. انا اديتك باقي التوت على فكرة. جبت كام؟ لا اديتك ما خدتش التوت اي حاجة. والتويج. لا اعطيتك الحاجات اللي هتزرعهم، قلت لك خد شيلهم، لا قلت لك ما فيش مساحة، انت خدتهم تاني. خدتهمش تاني. لول. انا مش هرجع تاني. اكيد كده هرجع تاني دلوقتي. عادي عادي، انا هرجع لو انت مش عايز ترجع. لا بس احط بس شوية حاجات هنا. افتح لي دي. تعرف ايه الحاجة اللي هقولها لك دلوقتي هتعيط لو ما اقولها لك؟ ايه مش معانا ستون نعمل تلاجة. اوه اوكي ايه ده؟ لول ايه دي؟ تيبل تصدق ان ما تيبل. عملتهاش كافت في حياتي؟ ولا انا مش مهتم اصلا اعمل لها كرافت. بعد اذنك هات لنا ستون عشان نعمل تلاجة وحاجات كده. ما انا عشان كده رايح، بس عاوز مثلا ايه. ممكن تعمل لي وجبة تاني؟ اعمل لك وجبتين. خد البيج سكين اهو عشان نبتدي بقى نعمل الفارم. هتعمل الفارم بتاع بيج سكين جنب السبايدرز؟ لا البيج سكين دي هنعملها كده، نديلك خد كل كات ستون اهي، كات ستون اهي. معاك وفي ستة وبتقول لي سبع معاك سبع سبع بورز هم. ماشي كل ده وتقول لي مش معايا؟ لا مش كداب. معايا ستون 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 يعني. انا انا محتاج ستة عشان اعمل هيدبورد. لما كسرت بيج هاوسز جالي دول. صح. طب ما تكسر لنا اللي فوق ده بالله عليك، عشان محتاج واحدة بس ايه اللي محتاج جنبنا ايه؟ ده. اوكي كيف روح اكسر ده. سوري يو هاف تو ليف انذر وير. معلش هحتاج بيتك نعمل بيت اللاج.
بيتي انا اتعمل بيه تلاجة؟ ليه؟ في انت فين؟ اه انت فوق جاي لك. فور بيج He's a sucker.